تم اليوم افتتاح صالة ولادة في مستشفى بعاج من قبل منظمة مدخل العراق، وإحنا نشكر هذه المنظمة على الجهود التي راح تبذلها ويانا ومن قبل أهالي مستشفى بعاج، لأن مستشفى بعاج قضاء كبير يحتاج إلى هاي صالة الولادة، وهي هاي الصالة أول صالة تنفتح من بعد التحرير. وتجينا حالات كثيرة أنه مش طوارئ، في طوارئ بس أكو حالات خطرة ما نقدر أنه ندبرها بالطوارئ، فأنه ندزها إلى مستشفى الموصل أو تلافر. بس هسه نحتاج يعني طبيبات، نحتاج طبيبات اختصاص وطبيبات مقيمات خدمات وكادر للولادة، لأنه ما كان قبل، كان بالبداية كانت المستشفى موجودة صارت ولادة كان بها قبل، آخر شيء بعد التحرير صارت بس صالة الطوارئ، مرات كانت ولادات تصير بالطوارئ هناك وهي ما يصير، هذا شيء ما مقبول. فهسه الحمد لله ما دام صارت صالة ولادة عندنا، ولادة راح تصير هوني موجودة. وهذه أول صالة تفتح بفضل الله وفضل منظمة مدخل العراق، وتم تجهيز الصالة من كافة الأدوات، ونطالب دائرة الصحة نينوى بتوفير الكادر الطبي النسوي لقضاء حاجة الناس، ونطالب بالمستلزمات الطبية، ونطالب دائرة الصحة نينوى أتت ولم توفر كافة الملتزمات، نطالب بسيارات إسعاف لحالة الناس الحالات الحرجة.